ويقول شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى، يقول في سبب طعن هؤلاء في العلماء، قال لأنهم فقدوا الزعامة. فهو إيش؟ طعن سبحان الله بسوء قصد والعياذ بالله. وإن شاء الله تجدون ما يسركم في هذا الكلام في الكتاب الذي إن شاء الله هو الآن قريب إن شاء الله يوصل في المطبعة، فقه الواقع. وعقدت فصلا كاملا هو الفصل السادس في جهود علمائنا في فقه الواقع وأصلاحه. والله لو قرأتم فقط فتاوى الإمام بن باز رحمه الله تعالى في فقه الواقع ومعالجة واقع الأمة كان والله عرفتم فضل العلماء. وصحيح يعني بن باز ترى في عصرنا هذا أمة، أمة واحدة والله العظيم. وقيامه بسد حاجة إخواننا المسلمين في أقطار الدنيا ومساعدتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن نصرة الإسلام والدعوة إليه في أقطار الدنيا كلها، ما فعلا يوجب لكل منصف وعادل أن يعرف فرق ما بين العلماء الربانيين وبين الدعاة الحركيين. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لابن باس وأن يجعل درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجزيه عن أمة الإسلام خيرا. شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى أيضاً.